شاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل نجدد لكم التحيه، وها هي الانطلاقه لشوطنا الخامس عشر، تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه، وشوطنا هنا الخامس عشر ما قبل الاخير الخاص. مشاهدينا الكرام باللقاية القعدان المحليات الاصايل هنا ايضا هذا الانطلاق المميز الجميل، نتابع معكم هذه المسيرة، نتابع المراكز الاولى هنا العشرة، المراكز الاولى هنا بهذا الانطلاق المميز الجميل وصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط يأتينا هنا بهذا الانطلاق الهود صالح بن عمير بن عرار النعيمي على صدارة وعلى المركز الأول، مشوش في المركز الثاني، ينطلق بهذا الأداء المميز الجميل هنا بهذه التحديات والإثارة هنا بهذا المتميز سالم بن مبارك بن سالم الزرعي إذا صح الكلام. مياس بهذا الانطلاق لحميد بن محمد بن سالم الزرعي من يأتينا على المركز الثاني هذا الانطلاق الجميل والمركز الرابع او هنا التسلل بهذه اللحظات يأتينا وينطلق مثير علي بن الصغير بن سالم لوهيبي من ينطلق ويتحدى بهذا الانطلاق المميز الجميل هنا الوصول في هذه اللحظات على المركز الخامس الوصول والتحدي هنا من شعار بن هويمل القادم هنا ايضا مع مشغل سلطان بن محمد بن هويمل العامري من ينطلق باداء جميل والتحدي والاثارة ومن الجانب الاخر الوصول هنا ايضا من مرغم عبد الله بن علي بن نافع لاقتبي من يتسلل بدوره وينضم الى معمعة المشاركين الوصول هنا ايضا والانطلاق من سراب السبع بن سليم بن محمد السعدي من ياتينا على المركز السابع وفي المركز الثامن المركز الثامن من ملهي هنا لمحمد بن عمير بن ذويب العامري من يأتينا على المركز في هذه اللحظات محمد بن عمبر بن ذويب العامري مع ملهي بهذا الانطلاق المميز الجميل هنا الوصول ايضا بهذه اللحظات من قبل الشارد لمحمد بن حسن بالثيمة العامري والمركز العاشر المركز العاشر هنا ياتينا مشوش سعيد بن سالم بن محمد بن مسعود المري على المركز العاشر هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الاولى دعناها على حضراتكم في هذا الانطلاق الجميل والتحدي لنا عودة الى صدارة لنا عودة الى المقدمة الى المركز الاول وصدارة هذا شوط شمعدان من مسيطر هنا في هذه الانطلاقة او سلهود الصالح بن عمير بن عرارة النعيمي من يسيطر على زمام الامور وعلى صدارة وعلى المركز الاول هنا بهذا الاداء المميز الجميل على صدارة المركز الثاني مرغم عبد الله بن علي بن نافع الاكتبي الوصول هنا من الشارد لمحمد بن حسن بثيمة العامري وشعار قلب الأسد يتواجد بهذا الانطلاق المميز الجميل والدخول من الجانب الآخر الدخول هنا من ملفت محمد بن عامر بن حمود البادي من يأتينا هنا بهذا الانطلاق المميز الجميل ويتسلل بدوره هنا بهذا الأداء المميز الجميل الوصول كذلك هنا أيضا والقادم بكل قوة هنا نجران محمد بن عتيق بن عبيد الرميثي من قادم هنا على المركز الخامس وفي المركز السادس المركز السادس مشوش لسعيد بن سالم بن محمد بن مسعود المري وياتينا هنا ياتينا ظبيان سلطان بن يمعة بن كلثم لخيالي ووصل هنا ايضا القادم احلى القادم مرسال القادم حمد بن سعيد بن محمد الحبسي ولكن نعود الى الصدارة نعود هناك الى المقدمة الى المركز الاول وصدارة هذا الشوط سلهود المسيطر والمنطلق على صدارة عينه على السيارة ينفرد بهذا الأداء قام راس وينهي هذا الشوط راس تهانينا لصالح بن عمير بن عرار النعيمي على هذا الفوز المميز الجميل تهانينا للأشقاء في دولة قطر على هذا الفوز المميز الجميل وهذه الانطلاقة المتميزة
قام راس وينهي هذا الشوط راس. تهانينا تهانينا لصالح بن عمير بن عرار الرمزاني النعيمي على هذا الفوز الجميل. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز وهذه الانفرادة المتميزة الجميلة. تهانينا والناموس على هذا الانطلاق المميز الجميل. تهانينا ما هي إلا لحظات ويصل إلى خط النهاية معلن الفوز معلن الناموس بهذا الانطلاق. السلام سلام قطري جميل سلام سلام وتحية واحترام. ها هي لحظة وصوله إلى خط النهاية بدون أي منافس على الإطلاق. تهانينا تهانينا لصالح بن عمير بن عرار الرمزاني النعيمي. بينما المركز الثاني وصل هنا أيضا مرسال حمد بن سعيد بن محمد الحبسي. المركز الثالث ظبيان سلطان بن يلعب الكلثم لخيالي. وهناك الوصول ايضا من قبل مشاكل جاسم بن علي بن سليم الزرعي. وفي المركز الخامس مشاهدينا الكرام من وصلنا على المركز الخامس من قبل رداد راكان بن محمد بن سعيد العمري من وصل خامسا. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى. وهنا التوقيت الزمني الذي سجل سلهود. تهانينا تهانينا لصالح بن عمير بن علاء الرمزاني النعيمي بسبع دقائق 38 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز الجميل. بينما المركز الثاني كان مشاهدينا الكرام هنا من وصل مشاهدينا الكرام ايضا وانطلق مرسال من السيد حمد بن سعيد بن محمد الحبسي بسبع دقائق 41 ثانية. وفاء وتماما وكمالا ظبيان كان من نصيبه. المركز الثالث لسلطان بن يمعة بن كلثم الخيلي بسبع دقائق 41 ثانية. اربعة من الاجزاء من الثانية. تهانينا والناموس تهانينا للجميع.